الحقيقه النهارده احنا سعداء جدا ان احنا نحط علامه جديده على دين التعاون ما بين الجامعه الالمانيه ووزاره التربيه والناحيه وافريقيا من ناحيه ثانيه. ان شاء الله تستطيع بإذن ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا هنبدأ حاجة هنبقى كلنا فخورين بيها بعد 4 5 سنين أو بعد 10 سنين 15 سنة لما نلقى عندنا خريجين من الجامعات المصرية بيتذوقوا مناصب عليا في بلادهم وترجع مصر لمكانتها اللي كلنا فيها. الحقيقه احنا النهارده مجتمعين عشان موضوع مهم جدا الاستثمار في الانسان والتعليم والتوازن، والحقيقه دي من اهم اهداف الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا ان احنا ننمي كوادر افريقيه عشان نوصلهم لمرحله التنميه المرادة ونستفيد من الميزه النسبيه الموجوده عندنا في مصر وهي الكوادر العلميه والعلم. معايير بتاع جامعه المنيه احنا عندنا مضمه اللي انت عارفاه فيري تايت. الفكره كلها ان هم هيساعدونا في اختيار مجموعه والمجموعه دي هتبتدي ان هي تتقدم ولو استطعت الشرط حد خدنا هنحتاج. بس دول هنطلعهم من الترتيب بتاع اللي احنا عاملينه بالنسبه للمصريين.